أنا عايز أقول لك، في مصر هنا بيتخرج كل سنة مليون. قول لي هشغلهم إزاي؟ أنا مستعد أسمع منكم وأسمع نصايحكم. أعمل إيه في الاتنين مليون ونص مليون اللي بيتولدوا كل سنة؟ عايزين يخشوا مدرسة، وعايزين يتعلموا كويس، وعايزين ياكلوا كويس، وعايزين يتعالجوا كويس، بس حد يقول لي أعمل إيه؟ وأجيب منين؟